اهلا بيكم مره ثانيه. تعالوا بقى نتعرف على اخر اخبار ومستجدات النادي الاهلي وفرقه المختلفه من خلال زميلتنا العزيزه منى المنيسي. هي موجوده حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. منى صباح الفل عليك، اتفضلي. صباح الفل عليك يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي متابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد من 10 الصبح في الاهلي واخبار رياضيه اهلاويه كمان جديده، وزي ما انت قلت من داخل المقر الرئيسي للنادي الاهلي بالجزيره، موجوده عشان انقل لكم اخر واهم اخبار النادي الاهلي وكل فرقه الرياضيه المختلفه. لكن في الاول يا كريم خليني اقول لك ان عند وصولي للنادي لاحظت ان في عدد كبير قوي من اعضاء النادي الاهلي الموجودين، سواء من كبار السن او حتى كمان لاحظت ان في اسر كامله موجوده في حدائق النادي المختلفه، وده يمكن علشان تحسن يعني بشكل نسبي لدرجه الحراره، الموجه الحاره الشديده اللي كانت الاسبوع الماضي، يعني من النهارده تقريبا هي احسن شويه، في هواء شويه موجود عن الايام الماضيه. كمان مع تأجيل الدراسة لاحظت ان في عدد كبير من الاطفال موجودين مع اسرهم في النادي عشان يستمتعوا بالساعات الاولى من صباح اليوم. ده كان كل الاجواء هنا من داخل مقر رئيسي للنادي الاهلي بالجزيرة. خلونا بقى نبتدي اخبارنا النهارده واخبار الفرق المختلفة. خلونا نبتدي بالفريق الاول لكرة القدم، واللي النهارده بيختتم اخر تدريباته او اخر استعداداته لمباراة سيراميكا كليوباترا بكرة، هي المباراة الاخيرة في الدوري الممتاز. النهارده تدريب الفريق هيكون الساعه 4:30 عصرا على استاد او على ملعب مختار التتش، وهو نفس وقت المباراه غدا ان شاء الله في ملعب او في استاد الاهلي والسلام مع سيراميكا كليوباترا. دي هتكون اخر مباراه زي ما قلت لكم. دي كانت اخبار الفريق الاول لكره القدم. خلونا نبتدي اخبارنا وباقي اخبار الفرق المختلفه. وبعد وصول بعثه النادي الاهلي لكره اليد رجال النهارده ان شاء الله من البوسنه بعد تتويجهم ببطوله كاس الابطال الدوليه الودية. طبعا زي ما عارفين ان البعثة النادي الاهلي لكرة اليد الرجال كانت سافرت الى اسبانيا الاول علشان تخوض بعض التجارب الودية، واللي كان المدير الفني حريص ان هم يحتكوا بمدارس مختلفة من بلاد مختلفة من اندية مختلفة لكرة اليد، علشان ده يبقى احسن وقت يستعدوا بيه بشكل قوي للموسم الجديد اللي بيأملوا فيه ان شاء الله ان هم ياخدوا كل او جميع بطولات هذا الموسم، والموسم اللي هيبتدي في سبتمبر بعد اسبانيا سافروا مباشرة الى البوسنة علشان يخوضوا بعض التجارب الودية أيضا، وكمان شاركوا في البطولة اللي تم تتويج النادي الأهلي بيها واللي تألق فيها عدد كبير جدا من لاعيب النادي الأهلي. وده بيبشر جمهور النادي الأهلي إن شاء الله كل بطولات هذا الموسم هتكون من نصيب دولاب بطولات النادي الأهلي بإذن الله. اما معسكر سيدات كره اليد هينتهي في الاسماعيليه يوم الاربعاء القادم، من بعدها مباشره هيبتدي او هيستأنف الفريق تدريباته بشكل طبيعي جدا بدون اي توقف استعدادا للمباراه القادمه، واللي هتكون اول مباراه رسميه في الدوري في بطولة الدوري لهذا الموسم يوم السبت المقبل، هتكون مع نادي سموحة على صالة نادي سموحة أيضا في الأسكندرية. طبعا الفريق الفترة اللي فاتت بيخوض بعض التجارب الودية القوية، معسكر قوي أكيد حرص من خلاله المدير الفني لسيدات كرة اليد إن هو يجهز لعبته بشكل قوي، وزي ما احنا عارفين موسم أكيد قوي وموسم أكيد فيه تحديات كبيرة إن شاء الله، فتيات النادي الأهلي يكونوا قد المسؤولية ويقدروا إن شاء الله إن هم ياخدوا كل بطولات هذا الموسم بإذن الله. سيدات كرة السلة كمان الفترة اللي فاتت كانوا بدأوا يمكن بدري شوية استعداداتهم وتدريباتهم بشكل قوي استعدادا للموسم الجديد، في صفقات كتيرة موجودة في النادي الأهلي السنة دي، بنأمل إن شاء الله بعد حتى عودة سرايا محمد، بعد رجوع هالة مصطفى، كمان بعد تجديد نادين سلعاوي، كلهم لاعبات كبار اكيد ان شاء الله يبقى موسم مليء بالتحديات، موسم ان شاء الله يبقى كل بطولاته في صالح النادي الاهلي وفتياته ان شاء الله. المباراه الوديه النهارده هتبقى الساعه 6 مساء مع البنك الاهلي على مركز شباب الجزيره، وده طبعا ضمن برنامج الاعداد اللي هيبقى موجود لهذا الموسم عشان ان شاء الله سيدات كره السله يقدروا ان هم يفوزوا بكل بطولات هذا الموسم ان شاء الله. دي يا كريم كانت كل اخبارنا هنا من داخل المقر الرئيسي للنادي الاهلي بالجزيره، وانا موجوده لو عندك اي سؤال اتفضل. الحقيقه كلها اخبار زي الفل، ويعني بنشكرك عليها جزيل الشكر، وعندك حق النهارده فعلا الجو يعني على الاقل الصباح الباكر ده الجزء اللي انا حضرته، يعني كان فعلا في نسمه هواء كده بتقول ان شاء الله يعني واضح ان فعلا موجه الحر انكسرت نسبيا، فان شاء الله تكمل معانا يا منى باذن الله. طيب انا بشكرك يا منى جزيل الشكر، واضح ان طبعا مساله الوقت يعني بتاخد وقت شويه على ما الصوت يوصل لها. بشكرك يا منى على التغطيه الجميله دي، جزيل الشكر. هنسيب بقى منى
في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، حضرات ونروح.